العلامة دي كانت بواقي لازق دبل فيس، فالمفروض ان انا هشيلها بالتينر، ما عنديش تينر. قلت هجرب زيت جونسون، مش هيقول لا. تمام، هنجرب وهنشوف. الحمد لله الحيطه نتفت. كل اللي انا عملته جبت منديل ابيض عشان لازم تكون حاجه بيضه نظيفه، وتحط عليهم شويه زيت زيت جونسون مش عارفه في ايه، وتمسحي كده تتشال على طول يعني. والبتاع دي ما تدخلهاش البيت تاني، ولا هي ولا اخواتها اي حاجه. فكره الدبل فيس دي ما تعلقهاش على الحيطه علشان دمرت لي الحيطان. حاولت انقذ اخر حيطه معايا. وبعد كده جاي اعمل كوبايه الشاي بتاعتي في الكاتل، لقيت شكل الكاتل مش عاجبني، قلت له تعالي لي. كل اللي انا هعمله ان انا هحط معلقه ملح ليمون، وهملى الكاتل ميه، نص ميه او ربع ميه، وهي هيبدا يغلي ونشوف هيحصل ايه. شايفين الكاتل من جوه؟ اعتقد ان هو باين ان هو اللون الابيض ده راح. تمام، هو ملح الليمون هو اللي بيعالج الحاجه دي. ايه الحاجه دي اصلا؟ دي رواسب الميه، بسبب ان احنا بنقعد نغلي في الميه في الرواسب الاملاح وكده، هي اللي بتبقى في قعر الاستانلس ده، فملح الليمون هو الحل. تمام، هشطفه بقى وهغلي في ميه تانية مثلا بنعناع علشان يغير ريحه الملح بليمون، ونشوف ورانا ايه تاني. لازم يطلع حاجه فاشله في الفيديو، بس المهم انه بقى بيلمع. وبعد كده وانا ماشيه في الطرقه في اخر اليوم، لقيت اللمبه دي شكلها ما عجبنيش نازله على اللوحه، فقلت لها تعالي لي. دي الحاجه الوحيده اللي انا مصلحتهاش، دي عندي طول الاسبوع وطالعه بره الروتين عندي، لان انا ما عرفتش اصلحها. هي بتتهز، شايفها؟ المفروض ان هي دي لمبه ليد بتشتغل لوحديها. المهم مش عارفه ايه اللي حصل لها بصراحه، خلاها تبوظ كده. فتابعوني الفيديوهات الجايه ان شاء الله، ويارب يكون عجبك الفيديو. اعملي لايك وسبسكرايب لو عجبك الفكره، ولو اي حاجه عندك بايظه حاولي تصلحيها. مش عايزه اقول لكم انا بصلح حاجات قد ايه، بس يعني الفكره جت في دماغي، ودي الحاجات بس اللي كانت بايظه، لكن انا في حاجات كتيره بتبوظ عندي وبحاول اصلحها. يلا اشوفكم في الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.